هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع لربك إنه الديان. هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع لربك إنه الديان. إن كنت ترجو للحياة دوامها، فاعلم بأنك غافل حيران. وعمل لآخرة يدوم بقاؤها، واجعل فؤادك زاده القرآن. إن المصير كتاب حق للورى، لا تنس ربك ربك أيها الإنسان. هذا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، لازلنا نسير إلى المصير لا هربا من واقع ظالم مؤلم نحياه، بل تصحيح لهذا الواقع الذي نحياه. فلما غاب عنا المصير ضل بنا المسير، فظلم من ظلم وأجرم من أجرم، وفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. لا أعلم زمانا قد أظلم من شدة الظلم وسواده كهذا الزمان، كزمن الإنترنت، كحضارة الفضائيات، كزمن الرجل الغربي الذي تقدم ليقود البشرية الآن في ظل تأخر أهل الدين وأهل الإسلام وأهل الرحمة وأهل الإيمان. فنحن نؤصل ذلك تصحيحا وتقويما لواقع أليم ربما ارعوى أولئك الظلمة، أو أولئك الذين لم يسمعوا شيئا عن الله ولا عن رسول الله، أو أولئك الذين لم يتفكروا يوما في هذا المصير الذي ينتظرهم. فلتكن الجنة هي الخاتمة، اللهم اجعلنا من أهلها، وإلا فالنار من يقدر على حرها؟ فقعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها حديد. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد الموت علامات للساعة ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يقسمها علماؤنا إلى علامات صغرى وقعت وانقضت، وإلى علامات صغرى وقعت ولا تزال، وإلى علامات كبرى. تعالوا بنا لنتعرف على هذه العلامات بعد هذه المقدمة. الساعة آتية لا ريب فيها، علمها عند ربي جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، من بينها وقت قيام الساعة. في حديث جبريل الطويل الذي راه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، أي أشراطها، أي علاماتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ في البخاري: أن تلد الأمة ربها،
وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وسنذكر أدلة أخرى وعلامات أخرى كثيرة من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استقرت هذه الحقائق في عقل أي عاقل وفي قلب كل صاحب قلب وعلم يقينا أن مصيره بين يدي الحق تبارك وتعالى يتحدد هنا في الدنيا باستقامته على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى الله جل وعلا واستيقظ من غفلته وجدد التوبة والإنابة وعاد إلى الحق تبارك وتعالى. فالساعة يا إخواني كما قال ربنا جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وإن كانت المقاييس البشرية الآن ترى الساعة بعيدة، فإن الله جل وعلا قد أخبر بقرب الساعة فقال سبحانه: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. بل وعبر الحق جل وعلا عن قربها بصيغة الفعل الماضي فقال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأخبر عن الساعة بالغد، والغد هو اليوم التالي لليوم الذي نعيش فيه فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أما عن وقت وقوعها فقد ذكرت أن هذا من علم الله، لم يطلع على وقتها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإذا كان وقت قيام الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإن الله جل وعلا قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عن أشراطها وعلاماتها وأماراتها. تعالوا بنا لنواصل المسير للتعرف على هذا المصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع لربك إنه الديان. هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع لربك إنه الديان. إن كنت ترجو للحياة دوامها فاعلم بأنك غافل حيران. وعمل لآخرة يدوم بقاؤها واجعل فؤادك زاده القرآن. إن المصير كتاب حق للورى، لا تنس ربك أيها الإنسان. هذا المصير لكل الخلق عنوان، فارجع